عشان نطمن اكتر على بعثة نادي الزمالك وعلى التدريب كان موجود النهارده. معانا معالي سفيرة مصر في الكاميرون السفيرة داليا غبريال، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني بنشكر حضرتك على الاستقبال الجيد اللي كان موجود النهارده، ودايما كده نحب نطمن من حضرتك على بعثة نادي الزمالك، وطمنينا النهارده على بعثة النادي اتمرنت ازاي واليوم كان عامل ازاي. النهارده ابتدوا يومهم بدري، المدرب كان سايب لهم موضوع الفطار ده اختياري، واحنا هنا الاوتيل تقريبا في منطقه زي حي جاردن سيتي عندنا، حلو. يعني ده حي السفارات، فالحي حلو قوي وهادي. وفي حدود الساعه 3 جات لهم عربيه الشرطه اللي هي مصاحبه للموقف، وطلعنا على الاستاد، عملوا تمرين لمده ساعه، عجبتهم ارض الملعب. الملعب هو ملعب قديم مش جديد، ولكن تم تجديده بالكامل علشان خاطر البطوله الافريقيه. والحاجه الحلوه ان الملعب ده من مجدداه شركه المقاولين العرب، حلو. وكان معانا ممثلين من شركه المقاولين العرب واحنا بنحضر التمرين. قبل التمرين جيد، وقسموا فرقتين وكسبوا وانبسطوا، واحنا لسه داخلين حالا الاوتيل علشان يريحوا وياخدوا المحاضرة النهائية، وبعدين بكرة إن شاء الله يلعبوا ماتش حلو ويجيبوا ان نتيجة. شاء الله ان شاء الله. عايز اطمن من حضرتك على الاجواء عامله ايه في الكاميرون، الجو درجه الحراره مناسبه ولا في رطوبه عاليه؟ أولا درجة الحرارة 23، فده يعتبر جو حلو قوي. الرطوبة لا مش عالية، عندنا مطرة خفيفة جدا، احنا حاليا بننهي الموسم المطرة دلوقتي بينتهي، فالجو جميل، تحس كده زي ليالي شهر نوفمبر في القاهرة، الجو حلو قوي، كويس الشمس جدا مش حامية، وأتمنى إن الجو ده يستمر بكرة إن شاء الله. ان شاء الله. عايز اسال برضو، هل هيكون في جماهير البعثة المصرية الموجودة هناك او المصريين او حتى جماهير لإلكتري تشادي، هل هيكون في جماهير ولا ما فيش معلومات عن ده؟ هو لحد دلوقتي احنا ما حصلش صلات بيننا وبين الفرقة اللي المفروض يستضيفونا هنا، فلحد دلوقتي احنا ما نعرفش عدد التذاكر قد ايه، ولكن احنا كل المصريين الموجودين، يعني انا عن شركه المقاولين العرب فيها عدد كبير قوي، طبعا البعثات العربيه كلها، وناس كتير من الكاميرون بيشجعوا الزمالك، كل دول عايزين يحضروا، كمان هيبقى في ممثل بكره جاي من وزاره الخارجيه، طبعا كل الناس دي عايزه تحضر اللقاء المباراه، كل ده هيتحدد عدد التذاكر اللي هيديها لنا الفريق التشادي اللي هيتحدد النهارده في الاجتماع الفني بين الفريقين. ان شاء الله الاجتماع الفني النهارده نتابعه ونعرف معلوماته. احنا في بطوله افريقيا اللي فاتت كان في صوره ذهنيه سيئه في بعض الفنادق، في بعض التواجد البعثات، في الحركه، هل الدنيا اتغيرت في لقاء الزمالك اللي هيكون بكره، ولا الدنيا مش اتغيرتش كتير قوي، يعني الزمالك هيعاني شويه، ولا لا الدنيا خلاص بقت تمام؟ لا لا خالص، هو الوقت البطوله الافريقيه انت بتتكلم في 24 فريق وبيلعبوا في كذا مدينه وبيسافروا من مدينه لمدينه، وكان حدث بالنسبه للكاميرون حدث كبير جدا. دلوقتي لا، اولا احنا الدراسه ابتدت هنا من حوالي اسبوعين، فلما الدراسه بتبتدي بيبقى نسبه تواجد الناس في الشوارع بتقل قوي. تاني حاجه احنا بنلعب يوم الاحد، وهنا العطله نهايه الاسبوع سبت وحد، فالحركه لا الحركه سلسه، والفندق ده من الفنادق الجديده اللي انشات مخصوص عشان خاطر البطوله الافريقيه، ويعتبر نادي الزمالك ثاني فريق ينزل فيه، قبل كده كان منتخب الجابون نزل وقت البطوله، دلوقتي نادي الزمالك، وانا شايفه تعليقاتهم على الاوتيل ان هم مبسوطين مني، وحتى بصراحه يعني انا كنت بعت صور لكذا فندق وهم استقروا على الفندق ده من كثر ما هو يعني مريح، والغرف بتاعته كمان مريحه. لا حضرتك بصراحة عاملة مجهود قوي جدا، وأنا عرفت كمان إن فريرة طلب يجتمع مع حضرتك يعني ويشكر حضرتك على المجهود القوي جدا يعني. هو بصراحة كلمني وشكرني، بس ده يعني دي فرقة جاية من مصر واحنا ما بنصدق، وكمان إن هنا مصر ليها مكانة والزمالك كمان له مكانة، فبالتالي طبعا لازم نعمل كل جهدنا علشان راحة الفريق. يعني شكرا لحضرتك. وانا عايز اعرف الزمالك بعد اللقاء، يعني البرنامج بعد اللقاء هيتوجه للمطار ويرجع على طول بعد اللقاء، ولا هيكون في مبيت ليله؟ الامور ازاي بعد اللقاء هتتم؟
هو الفريق جاي بطيارة خاصة، صحيح، لأن مفيش طيران مباشر من القاهرة ليوانتي. الطيران المباشر بيروح مدينة دويلة، ودي على بعد 600 كيلو تقريبا. ففي طيارة على حسب ظروف الطيارة واستعدادها للطيران. يعني هو كان الكلام إن الماتش هيتلعب بكرة بتوقيت هنا الساعة 4، يعني الساعة 3 بتوقيت القاهرة. 3 ولا 5 بتوقيت مصر؟ سوري، 5 بتوقيت مصر. 5 بتوقيت مصر. لا لا سوري، انا اتخضيت، انا اتخضيت. الله يكون في العون معالي السفيره، طبعا الله يكون في عونك. لا الله يخليك، 4 بتوقيت هنا اللي هي 5 بتوقيت مصر. فنتكلم، خلينا على توقيت هنا بقى. طبعا هيبتدي 4 ويخلص ونرجع الوسائل في حدود 6 6 ونص على حسب جاهزيه الطياره. لو الطياره جاهزه للمغادره في حدود الساعه 8 9 بالليل، يبقى غالبا هيطلعوا من الملعب على الطياره. لو الطياره مش جاهزه هتمشي متاخر، يبقى هيرجعوا على الاوتيل يلموا حاجتهم براحتهم يريحوا شويه وبعدين يطلعوا على المطار. حضرتك قلت ان الجو لطيف حاليا في التوقيت ده في الكاميرون، هل التوقيت ده في اليوم من الساعة 4 للساعة 6 الشمس بتكون قوية ولا بيكون الشمس لطيفة يقدر لاعبتنا تتأقلم معاها؟ هو لو الجو زي النهارده، النهارده كان فيه أمطار خفيفة قوي، فبالتالي ما كانش فيه شمس، والجو كان حلو قوي. حلو. لكن لو ما كانش فيه الأمطار فيه وطلعت الشمس، بص هي مش هتبقى حارقة، ولكن هتبقى يعني الساعة 4 فيه شوية شمس. بس الجو اليومين دول بالفعل احنا بنتكلم في حراره حاجه و20، فالحاجه و20 بتبقى لطيفه. وان شاء الله بكره كمان ما يكونش فيه امطار. وعايز اطمن من حضرتك على اجراءات الاحترازيه للحفاظ على لعبتنا وطبعا على كل الناس من فيروس كورونا. الاجراءات عامله ازاي في الكاميرون؟ والنهارده الزمالك عمل مسحه جديده يعني تابعه للكاف. بالظبط. هو احنا هنا في الكاميرون علشان اي طياره بتنزل على طول بيعملوا المسحه السريعه لكل ركاب الطياره، وده اللي حصل مع الفريق امبارح. يعني قبل ما يعني اول ما نزلوا الطياره عملوا مسحه. النهارده جت المسحه الثانيه اللي خاصه بالكاف، واحنا منتظرين النتيجه، وان شاء الله طالما النتيجه امبارح كانت سلبيه ان شاء الله النهارده تكون سلبيه. هنا في الكاميرون في اجراءات احترازيه، هي صحيح مش مخبوطين قوي من موضوع كورونا، ولكن الى ابعد الحدود بيحاولوا ياخدوا بقى زي العالم كله. العالم كله ما بقاش متشدد قوي زي الاول، يعني خلينا نتكلم بصراحه يعني. بالظبط. بصراحه لكن احنا الفريق بتاعنا له قاعه لوحده، دي قاعه الطعام مقسومه نصين، جزء للطعام وجزء للمحاضرات، فبالتالي ما فيش احتكاك بينه وبين باقي نزلاء الفندق. يعني شكرا، شكرا لحضرتك جدا معالي السفيرة، وشكرا لمجهود حضرتك القوي جدا مع بعثة نادي الزمالك. يعني كفاية لحضرتك قطعتي وقتك وشغلك وكنت في استقبال نادي الزمالك في المطار ومعاهم النهاردة ثانية بثانية بتتابع بتسلم عام كل الإجراءات. شكرا جدا لحضرتك، وإن شاء الله بكرة نبارك لحضرتك ونبارك لكل الزملكاوي بالفوز. معالي السفيرة داليا غبرائيل من طبعا الكاميرون، سفيرة مصر في الكاميرون، عاملة مجهود فوق الممتاز.